صباح الخير عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير، نتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. خير في الشماعية الإقصائيات، أنا مع الصربة ديال حميد الصرباق. نتمنوا لهم السلامة والتيسير. كما كتسمعوا راه 9 ديال الصباح دابا، كميات العشرة خاص كلشي يكون داخل المحرك. الله يجيب التيسير، الله يسخر الجميع. هذه أول تلقى حميد صفاق في الإقصائيات. وهذا الطلقة خات الحميد صفار، واحد الطلقة كبيرة خالص. الطلقة الثالثة آخر طلقة حميد صرفاق، نتمنوا ليه السلامة والتيسير. تحية لحميد صرفاق، تحية لحميد صرفاق ملقب بحميمصة، تحية ليهم مبروك عليه المرتبة الأولى. الحمد لله رب العالمين. ودريوش الله يسخر ليه ويسخر الجميع، كلهم وليداتنا، هاد الحيالة وهاد المقادم كلهم خوتنا كلهم ولادنا، كنتمناو لهم السلامة والتيسير، واللي ما نصيبو شي حاجة الله يسخر. الصربة رقم 20 وليد أكيد الصربة اللي غتقدم أمامكم، أكيد الحضور آل كريم، التحية المقدم صرفاق حميد واللي غادي يكون من عمالة اليوسفية واللي غادي يقدم أمامكم التحية. تحية لصرفاق حميد، نتمناو ليه السلامة والتيسير وقد الموفق، هو غادي يقدم التحية. حميد حميمصة ملقب بالصرفاق. مع الطلقة رقم 20 وفاقة المقدم صرفاق حميد، واللي غادي يطلق بطريقة شرقاوية ويمثل العملات اليوسفية. نقدم الصورة صرفاق حميد، وقدم لنا الطلقة الثانية بطريقة شرقاوية وممثل عملات اليوسفية. Thank you.
السرده رقم 20 السرده تقدم ترساق حميد وغادي تقدم لنا الطرقه الثالثه بطريقه شرطويه عن عمليه غزل التوسيه. إذن هذا أداء التسليم حركة قدم محمد نعم تقلو في عملات اليوسفية وبدلت مع صوبة رقم 20 قدم صوبة صرفاء حميدة وقدم التسليم. التقديرية للمشاركة السيد صفوان حميد. حميد حميد
حميد صرفا ممثل عملات اليوسفيه. كنحاول راح عليك مبروك عليك يا حميد. مبروك عليك حميدي. انا بغيت نقول واحد الكلمه تحيه لجميع القادي واحد واحد ديالنا وديالو كلشي كلشي لا ديال المغرب كاملين واللي كانوا معايا الصراحه الحمد لله كل شيء عزاز عليا وكل شيء باقي معهم خير. هذاك الشيء اللي تنطلب ليهم انا في المحل عطاني الله انا عاوتيني عليه وشوفوا الصراحه بلا انا خوف وعلى حتى واحد حنا كنحبوا كل شيء وبغينا كل شيء يدور وحنا خوتنا كل شيء اللي بغينا واللي ما بغيناش راه خونا. كنقول لكم واحد القضيه اخرى ثاني كنبارك الحفيظ سبحان صاحبي لانه تعاون معايا عام الاول ما نساش خير قادم الله يجعل ربي سهل على الجميع واللي بغيت الناس راه جابوا لي الله حبيب خويا معك طابع ديال الوالدين والله الا طابع وسالم الحمد لله والحمد لله مرضي مع الوالدين ومرضي مع القبيله كامله. انا ما كنت معك الاحصائيات من الاول حتى الاخر معك طابع ديال الوالدين وترجع الفضل للناس كاملين واحد واحد اللي عاطيني الخير لي جا معايا برجلي لي هز معايا بالا تاع التفن لي عصورني كلشي شكرا محمد اليوم كاينة كاينة قلبي 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 سهل عمي سهل اخويا سهل كيقول لك يا العبيد الخوت كيما واكبتوا معانا وتابعتوا معانا الفرحه ديال حميد صرفاق مرقب بحمايم صاف وواكبتوا معانا الاقصائيات من الاول حتى الاخر وان شاء الله حنا شاركنا معاه الفرحه وحنا معاه في الاجواء ديالو ونتلاقاو مع حميد صرفاق في دار السلام. السلام عليكم. يلا وصلت دابا لدار السلام ونتمنوا السلامه والتيسير للجميع. دار السلام حميد صرفاق توفق يدوز للدور النهائي من وسط الصربات اللي من العيط على الاثنين حيدوا التفكير من راسكم كامل والمكحل دير يدك تخايل ماشي تخايل غنقول لك انا والمكحل تخايل انا غنخلص عليك والمكحل انت دير في بالك راه غنقص ولكن صبعك دخله وحط دير في بالك راه انا غنبقى ذاكر عليك بزاف انا راه غنعطيكم الميزان ولا بغيتو الميزان كمان وجيبو هذاك هو الخيط ديالكم ونعاود نشد براسي سيمبا خايل انا غادي نتحاشم انا راه فرحان بكم والله فرحان بكم ونزيد لكم هذيك راه باقي ما بقيت قلتها لكم شحال انا راه قدك ولكن بكم انتوما كاملين راه قدك والله لا تبوليش الاخوان قسما بالله قاعد اصبر هكاك خويا حميد تحياتي لا خطيك لا حاجه شوف لمشات مشات الراس بحال كرا ديكور كيجي القنوب على القنوب قالوا لي كرسي حميد تما واحد واحد الفاتحه الاخوان قالوا لي كرسي قالوا لي كرسي سير عمر وعمر هذه هذه في العشب اسكت كان جرني خالي من الله كان كريم كريم تحياتي يلا سير دير واحد الفاتحه وا سي حميد كيسلي مالك كريم كريم اخويا وا الله يبارك فيك دعوا معنا الجمهور دعوا معنا الجمهور عاد عيون لواحد راه غادي يكون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عندك الكلمات، والله يفرحكم يا رب، والله ينشطكم، والله يخليكم ديما تفرحوا بالدوس، امركم ما تخلصوش، السير وليدي انا ضامن لكم في سير لا تسيبها، والحمد لله رب العالمين. امين اخويا جيلاني، امين، الله يسخركم. الله يسخر لنا يا مع يلا خير عدو.
هذاك مشغل وقفتهم من زيد. دير حميد سير الله يستر. إجابة كلية نتمنى السلامة والتيسير والسلامة هي كل شيء واللي داش حاجة بصحته وراحته هذا الشيء اللي عنقوله اليوم أسامة العسري من المحمدية المرتبة الثانية ميدالية فضية حميد سرطان من اليوسفية الميدالية الذهبية حارث اليوسفي علاش قولي وحده صوروا لنا هذه المره غادي نمشي نتفرق معها علاش حتى واحد ما تلا يعطيني شكون عم تصورتي وحده جابوا لي صوروني معها ناري خرجوا عليك ابو جلال ها هو جا هو جا عندك حميد شربنا ودرنا في 16 الله يلا الدنيا هانية الحمد لله والله إلا شكون ما غادي غادي يجي لك راقة عرفتي ضربنا الشماعية ضربنا على شحال عاد وصلنا ماشي سهل باش توصل ماشي سهل توصل هنا لا لا ربحني ماشي سهل ماشي سهل يوصل هنا ماشي سهل سلام خير الله يجيب السلامة المعارض غادي الذهبية على حساب المعارض تنتقاتلوا معاها إن شاء الله هذه هي الاجواء في الوثاق ديال حميد صرفاق ملقب حميمسا هذه هي الاجواء عنده وحصل على المرتبه الثانيه وكنقول ليه مبروك عليك